يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هلك كل من لم يركب مع نوح عليه السلام في السفينة، فيكون كل من أتى بعد ذلك من البشرية من ذرية نوح؟ نعم، كل أهل الأرض هلكوا، وكل ما على الأرض هلك إلا ما كان مع نوح في السفينة، وكل البشر هم من ذرية نوح عليه السلام، ولهذا يقال نوح هو أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. نعم.